فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فهل يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله أم بماذا يجيبه؟ الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، الباقي مثل ما يقول المؤذن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.